أسدل اليوم الستار على قضية لها أكثر من سنة شاغلة العالم، قضية اللاعب البرازيلي داني ألفيش مدافع برشلونة السابق المتهم باغتصاب فتاة في برشلونة. اللاعب اللي عمره 40 سنة كان انقبض عليه في 20 يناير 2023 بعد اتهامات من فتاة له باغتصابها في ملهى ليلي، ومن وقتها وقضية شاغلة الرأي العام والعالم. داني غير أقواله يعني أبو 4 مرات، يعني نفى أنه يعرفها في البداية، بعدين قال لا أعرفها بس اللي صار كان بالتراضي، بعدين وصل الموضوع لأنه يقول لا هي اللي اغتصبتني. المهم بعد إدانته وقبل الحكم عليه في تقارير تكلمت أيضا عن تدهور حالته النفسية في السجن ومحاولته أيضا الانتحار. المحكمة وبعد إدانة ألفيش حكمت عليه اليوم بالسجن 4 سنوات ونص ودفع تعويض ما قيمته 200,000 دولار للضحية. محامية داني طبعا قالت أنه حتستأنف، أما الفريق القانوني للضحية فحكى أنهم راضين عن هذا الحكم، وهذا الشيء اللي كانوا بيحاولوا أنه يبينوا للمحكمة من البداية. وللعلم المدعين العامين كانوا طالبوا بسجن داني ألفيش 9 سنين، أما محامين الضحية فكانوا بيطالبوا ب 12 سنة.